اختي كنتي كتقلبي على شي تبريمه فاعله تركت بيدك ورجعك باللارا، طحتي في الفيديو، طحتي في الهميزه اختي المناسبه. هاد الوصفه ما شاء الله عليها، كتبيض كتفتح كتعالج تبرقع فين ما كان، كتعالج السواد عندك، الكحوليه ولا الزرقيه في لي بارتي انتيم ولا تحت بيطانك، يعني الزرق كحل غري. فاختي بهاد الوصفه غترحمي ليا بها الوالدين، سهله اقتصاديه ورخيصه، ومنذ اول استخدام الحمد لله كتعطي الريزلت. فنتمنى البنات تعجبكم، اهم حاجه هو تجربوها وتقولوا لنا في التعليقات كيف جاتكم، واش عجبتكم او لا ما عجبتكمش. فوصفه الحنه والخل من بين احسن التبريمات البنات اللي جربت في حياتي، واللي دائما كنديرها كل سيمانه. يعني انفو كنمشي للحمام كندير واحد البواطه كنعمرها بهاد الوصفه ديال الحنه والخل، وكنديرها معايا للحمام، كنديرها في الدوش، كنديرها في داري، كنديرها لبنيتاتي. يعني ما شاء الله تبريمه فعلا تركه. فنتمنى اهم حاجه هو تجربوها وتقولنا في لي كومونتير كيفاش جاتكم، واش فعلا عجبتكم او لا ما عجبتكمش. انا راه الاشاره، وكنرحب بجميع التعليقات وبجميع الاقتراحات وبجميع الاستفسارات. وبليز بليز حبيباتي ما تنساوناش عفاكم اللي لايك ديالكم لهذا الفيديو، حاولوا تزيدوا تشجعونا وتزيدوا افونسيو بينا للقدام، كذلك اشتركوا في القناه مرحبا بكم، وخليونا لي كومونتير ويلاه معنا باش نتعرفوا على المكونات ديال الوصفه. وبالنسبه للنتيجه راني خليتها لكم في البدايه نتاع هذا الفيديو. فاول حاجه البنات غنحتاجوا ان شاء الله الحنه، هيا عندي هنا البنات هذه ديال البكليه، هذه ديال النقش، ولكن راها زوينه، راها كتفتح وكتبريمه يعني من الطراز الرفيع. فهانتوما حبيباتي نحتاجوا هذه ديال الصحراء ديال تيزارين، حنا طبيعيه هذه ديال الخلخاله، هذه البنات ديال البكليه، سينو ممكن تاخدي ديال العبار، يعني ديال العبر حتى هي مزيانه، غير هو انا البنات كندير هذه ديال البكليه. ها هي البنات شفتوها زوينه طبيعيه، وفيها يا ما نعاودش لكم الحنه راه معروفه كترطب الجسم، الريحه ديالها ما شاء الله كتحمق كتشهي وتلهي. فالمهم نحتاجوا كميه الحنه هذه ديال الخلخاله، وغتحتاجي معايا اختي الخل. بالنسبه للخل انا درت هذا ديال المائده الملون، وطبيعه الحال هذا البنات كيكون خفيف لانه ماشي مركز بزاف، اللون ديالو ما غامقش، عكس مثلا هذا عندي هنايا مركز شويه يعني كيكون غامق. هانتوما لاحظوا الالوان، وكاين حتى مغمق منه. فإلا كانت عندك البشره عاديه ممكن ديري اي خل، كانت عندك بشره شويه سونسيبل بزاف فحاولي تاخدي هذا الخل هذا اللي كيكون شويه مغامقش، اللون ديالو باهت او بارد. وإلا عندك الحساسيه حتى من هذه النوعيه ديال الخل فخدي نسكاس تاع الخل وضيفي ليه نسكاس تاع الماء، كيولي ميلونج ما بين الماء والخل، وبالتالي ما كيكونش مركز، كيكون خفيف ظريف وكيتواتى لك مع لابو ديالك. المهم كما قلنا غنحتاجوا الحنه والخل كمكونين اساسيين. بالنسبه لبنات الكوطي الثانوي غتحتاجي معايا اختي الصابون البلدي، ها هي دايره تبريمه كما قلت لكم راه من الطراز الرافع. غادي ندير معكم هذا الصابون هذا البلدي اللي هو بالحامض والخرقوم، ها هو البنات هادو راه بيو كيتباعوا فين ما مشيتو، الريح شوفوا اللون بعدا كيفاش داير بالخرقوم والحامض. هذا البنات كيكونوا مخلطين معاه الخرقوم والحامض، انا غنوريه لكم شوفوا البنات كيفاش داير شفتوا. يعني هذا ماشي صابون بلدي عادي، كيتباع هكذايا في لي بواط، راه الثمن ديالو جد مناسب وصراحه يستاهل، زوين. فيه 250 غرام يعني رابعه تقريبا ديال الخرقوم بالحامض و الخرقوم والريحه ما شاء الله. هي البنات كتحمق 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 هي البنات، فهذا غزال. الا بغيتو تاخذوا الصابون البلدي العادي خذوه، بغيتو تاخذوا هذا اللي بالخرقوم والحامض يكون حسن. علاش؟ لانه البنات كيفتح كيبيض، هذا غزال، هذا مانيفيك، هذا البنات على ضمانتي غير خذوه. ها هو فقلنا غنحتاجوا الخل، غنحتاجوا الحنه، غنحتاجوا الصابون البلدي، غادي نحتاجوا كذلك النيله الزرقاء او ما يعرف البنات بهاد ما عرفش الاسم ديالها في الصحراء، عافاكم الناس صحراويات كما كنقولوا البيغ، فخليو لينا الاسم ديال هاد النيله من غير النيله البنات. هاد الاسم ديال النيله راه معروف ولكن على اسماء اخرى، وصراحه انا ما عنديش درايه بالاسماء الاخرى. فالمهم نحتاجوا النيله الزرقاء، اما تجيبها اختي حجره شديها تحكيها في الحكاكه اولا تاخديها كدايا مطحونه، المهم شوفي انتيا الحاجه الانسب لك راه هي اللي غادي تاخدي. فقلنا النيله الزرقاء، قلنا الحنه، قلنا الخل، قلنا الصابون البلدي. هذا البنات شاركته معكم بالحامض والخرقوم، غزال كيفتح وكيبيض. تحتاجي معايا اختي الحليب غبره، هي الحليب المجفف كامل الدسم نيدو. بالنسبه لنيدو البنات غزال 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 ما شاء الله، كيعطي تفتيح، كيعطي ترطيب، كيعطي لمعان، كيعطي اشراقه، يعني المنافع ديالو ولا المزايا ديالو لا تعد ولا تحصى. وغادي نحتاجو كذلك البنات الى النشا او ما كيتسمى البنات بالذره او المايزينا، عندي هذا البنات ديال ايديال فيه 180 غرام، وعندي هذا فيه 170 غرام، هاو هادو جوج صراحه
غزالين كيحمقوا صراحه الله هاد 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 الانواع ديال النشا، كل نوعيه صراحه نسيك في نوعيه واحده اخرى. وغادي نحتاجوا واحد شويه البنات ديال هاد الباودر ديال الاطفال، بالنسبه للبنات هكذا اللي كيبغيو ينسموا ويعطروا المنطقه الحساسه. بالنسبه للباودر فكديري اي نوعيه وفرات، انا البنات هاد الماركه راه ديما كناخذ، راه كتقاد وحده كنعاود نزيدها ديال البنات، يلا خديتها باقا جديده يلا غنمسحها معاكم. سينو ممكن ديري جونسان، ممكن ديري اي باودر بغيتي. علاش البنات؟ حيت الباودر كتخلي واحد الرويحه زوينه في لوكو ما بين 24 حتى 48 ساعه، واحد الرويحه كتحمق في الجسم. فاختي هاد البودر هادي على ضمانتي. ومثلا البنات بحال هاد الباودر هادي جونسون زوينه حتى هي، ريحتها كتحمق بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره حساسه بزاف. وغتحتاجي معايا اخر حاجه هو العكر الفاسي، هذا البنات راه معروف الجسد والجسم، كدير منه قبيصه ما شاء الله البنات دم الغزال، راه واحد المنافع لا تعد ولا تحصى للجمال والشعر والجسد. ها هو البنات كما قلنا العكر الفاسي ما شاء الله على المنافع اللي فيه. هادشي اللي كاين حبيباتي، وعلى بركه الله ندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه غناخذ كميه ديال الحنه هذه ديال البكيه ديال النقش ديال الخلخال، انا واخا هكاك البنات كتعجبني زوينه وصراحه فعاله بكل ما في الكلمه من معنى. وانتم البنات لما بغيتوش ديروا هذه ديال الخلخاله فطبيعه الحال البنات ديروا اي حاجه بغيتو، شوفوا انتم الانسب ليكم. المهم هي المعلقه الاولى الحنه ديال الخلخاله، راه كنديرها البنات تروجي ولكن بشرط ما نفوتش 5 دقائق فيها. ها هي جوج معالق ديال الحنه هذه ديال الخلخاله كما قلنا حبيباتي، هذه زوين. غادي نضيف كميه ديال الخل هذا ديال المائده الملون، ممكن البنات الا عندكم الحساسيه منو ضيفوا خل التفاح حتى هو زوين. كنبقاو نخلطوا حتى كيتجمعوا لينا هاد المقادير، ومن بعد كنجمعوا. وغادي نضيفوا كميه ديال النشا، هما كيتسمى البنات بالذره او المايزينا. بالنسبه للمنافع ديال النشا راه قلت لكم البنات راه لا تعد ولا تحصى ما شاء الله عليها، يعني المنافع ديالها كثيره. المهم هي المعلقه الاولى، المعلقه الثانيه، وغادي نضيف نص معلقه تقريبا، وغادي نخلط مزيان. ومن بعد غادي نضيف الخل ديال المائده الملون، نخلطو جيدا الوصفه. شوفوا البنات الوصفه كيفاش كتجي. وغادي نضيفو النيله الزرقاء، حليب غبره، نيله الزرقاء، الباودر ديال جونسون، واخر حاجه غنضيفوها اختي هي الصابون البلدي. هذا البنات هذا راه جربت، هذا البنات راه ثاني بواطه غنشريها، ثاني بواطه ديال الصابون البلدي بالخرقوم والحامض، عجبتني بزاف يا البنات، راه غير بوحدو هذا الصابون البلدي البنات كيفتح ما شاء الله عليه، يعني زوين ومنذ اول استخدام كيعطي الريزولتا. فنتمنى حبيباتي تجربوا لي هاد الوصفه وتردوا عليا في التعليقات. المهم هنا حبيباتي غادي نضيفوا كميه ديال النيله الزرقاء، ها هي المنافع ديالها البنات راه كثيره، راه معروفه البنات راه كديرها عروسه في الصحراء ما شاء الله، بالنسبه للصحراويات البنات اللي غادي يتخطبوا ولا اللي غادي يتزوجوا كديرها قبل نهار قبل عرسها، راه ما شاء الله البنات. المهم انا راه كندير غير شويه راه ما كنكثرش، لانه البنات معروفه هي باللون ديالها الزرق الغامق، فكديري منها غير قبيصه اقل كاع من هاد الكميه اللي درت، فالله يجعل البركه. المهم كنخلط ما بين هاد المكونات جيدا، يعني ما بين النيله الزرقاء، ما بين الحنه، ما بين النشا، ما بين الحليب غبره. و شوفي اختي شوفي شوفي ليا الوصفه، عافاكم حبيباتي ما تنساوناش من لي لايك ديالكم، لانه بفضل لي لايك ديالكم كتزيدوا تشجعونا وتزيدوا تافونسيو بينا للقدام الحمد لله. فاختي ما غتخسري حتى شي حاجه الا شجعتيني بواحد اللايك، الله ييسر امرك ويجعلها ان شاء الله في ميزان حسناتك. المهم ها نتوما حبيباتي غادي نضيفوا دابا الباودر ديال الاطفال، سواء جونسون اولا هاد الماركه اللي وريتكم، حتى هاد الماركه صراحه زوينه. المهم انا ندير معكم جونسون، ها هي
وغادي نخلطوا هاد المقادير مع بعضياتهم، يعني كنخلطوا داك الطلق اولا بودرة الاطفال. بالنسبة للبنات اللي كيبغيو بودرة الاطفال بشي نكهة، مثلا فحال نكهة الخوخ، نكهة المشماش، المهم نكهات كثيرة، فلكم حرية الاختيار، يعني ممكن تضيفوها باي نكهة حبيتو. وغادي نضيف الصابون البلدي هذا بالحامض والخرقوم، شوفوا غير اللون كيفاش داير، ما شاء الله البنات كيحمق. انتما حبيبتي كنحاولوا نجمعوا جيدا ديك ديك الوصفه. داك الصابون البلدي يعني باش كيتجمعوا لينا المقادير مزيان وصافي. دابا البنات غادي ندوز باش نطبقها معاكم على اليد ديالي. هانتوما حبيباتي كتاخذوا كميه، هانتوما حبيباتي كتخليوها تنشف السخون. الا مشيتي للدوش اختي اولا الحمام راه كتنشف دغيا، دخلي غير السخون، دي معاك بواطه عمريه بهاد الوصفه هذه، في ظرف 5 دقائق كتنشف. في العادي في البيت ديالك كتاخذ لك 10 دقائق حتى ربع ساعه، ومن بعد كتغسليها اختي وكتردي عليا الاخبار النتيجه منذ اول استخدام. البنات قسما بالله من بعد ما كتغسلي الا بغيتي ترطبي فمطبيعه الحال رطبي، ما بغيتيش ممكن بلا ما ترطبي. بالنسبه للترطيب فكيبقى عندك الاختيار، رطبي بفازلين، رطبي بكريم، رطبي بزيت اللي كتواتى مع لابو ديالك. وبالصحه والراحه، وهذه هي الوصفه ديال اليوم لتبييض الجسم وعلاج التسبغات، علاج الكحوليه، لاطاش الحبوب، لاطخاس ديال الحبوب، الى عندك الوجه ديالك متقب محفر، فهذه هي الوصفه اختي اللي ديريها وان شاء الله غادي يجيب بها الله التيسير وغادي تشافي ان شاء الله منذ اول استخدام. غير جربي هذه الوصفه ديال الخل والحنه وردي عليا الخبر في التعليقات. وبليز نتوما اللي كتشوفوا فيا ما تنساوناش عفاكم الدعوات ديالكم ومن لي لايك ديالكم، لانه يعني بفضل لي لايك ديالكم كتزيدو تافونسيو بينا القدام، كتزيدو تشجعونا من شويه لبزاف باش هكذا نزيدو نقدمو لكم المزيد من الفيديوهات الزوينه السهله والبسيطه.